مرحبا فيكم في ترند. في إنجاز مميز يضاف إلى إنجازات طلبة البحرين الموهوبين، أصدرت طالبات مبدعات من مدرسة قاضي القصيبي الثانوية للبنات كتاب صوتي بسبع لغات، هي اللغة العربية والإنجليزية والكورية واليابانية والروسية والأندونيسية والتركية، ويحتوي الإصدار على تلخيص لثمان كتب متنوعة بمضامين هادفة وداعمة للعملية التعليمية. توزعت الأدوار بين الطالبات المشاركات في التنفيذ، وقامت كل طالبة باختيار كتاب وتلخيصه بشكل مبسط وترجمته باللغة اللي هي متمكنة منها وتسجيله صوتياً، بحيث تسرد محتواه بأسلوب مشوق وحماسي وتقرأ النصوص قراءة معبرة تدفع إلى الانتباه عشان يسلك هذا الكتاب طريق سريع الانتشار، خاصة أنه يواكب متطلبات العصر التكنولوجي. لافتات الشوارع أثارت فضول الشعب البحريني خلال هذه الأيام، لأنها تحمل صورة مقاربة للفنان البحريني الراحل علي بحر، ومكتوب عليها ديسمبر 2021. الأمر اللي أثار الغرابة في الموضوع هو تلقي بعض الأشخاص ظروف مكتوب عليها خاص وسري يرجع عدم فتح الرسالة حتى نتصل بك. واحتوت الظروف على تذكرة خاصة بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، وتحمل الرسالة نفس الصورة اللي في إعلانات الشوارع. طبعاً عشاق الفنان علي بحر فرحوا بشكل كبير، وفرحتهم كانت باينة من خلال تصويرهم اللافتة ونشرها عبر مختلف المنصات. والسؤال اللي يدور في بال الكل، هل فعلاً بيكون حفل للفنان الراحل بطريقة الهوليغرام، أو هي صورة لفنان ثاني يشبه الفنان الراحل علي بحر؟ أتوقع ذي اللي بنعرفه خلال الأيام القادمة. تصدر وسم محمد حمائي على نطاق واسع في منصة تويتر بمقاطع فيديو تداولته الكثير من الحسابات الفنية للحظة يحقق فيها الفنان رغبة طفل كانت تبكي بشدة بسبب فشلها في الصعود للمسرح. طبعاً الفنان دعاها وهدأها من خوفها وربط حذائها واعتذر لها في نفس الوقت لأنه ما كان يسمع صوتها وغنى معاها، والجمهور لحظتها كان يصفق بحرارة. هذا التصرف أبداً مو مستغرب مع الفنان محمد حمائي، لأنه له مواقف جميلة كثيرة تبين مدى إنسانيته. ذكاء عالي، وصف أطلقوه رواد منصة تيك توك لطبيب جلدية قام بكتابة ملاحظاته على ظهر وبطن أحد المرضى، من عقب ما تفاجأ بأن زوجة المريض وضعت دوائر بالقلم على بعض الشامات والنقاط في جسم زوجها عشان الدكتور يركز عليهم ويفحصهم ويتأكد بأن زوجها ما يعاني من مرض السرطان. طبعاً الدكتور قام بعمل الفحوصات اللازمة وقام بالكتابة على الدوائر اللي رسمتهم الزوجة عشان تطمن على زوجها، ولما رجع الزوج البيت قامت زوجته بتوثيق ردة فعل الدكتور ونشرت في حسابها على منصة تيك توك وقالت طمني الدكتور بطريقة ذكية. أما رواد المنصة قالوا علشان كذي الرجل المتزوج يعيش فترة أطول. قصة أثارت تعجب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لسيدة روسية كشفت عن معاناتها الشديدة بعد أن تعرضت للعديد من التساؤلات وحامت حولها الشبهات لأن بنتها ما تشابهها، واكتشفت بعد 38 عام أن تم استبدالها في المستشفى بطفلة ثانية بالخطأ. القصة المثيرة للاهتمام أن والدتين طفلتين أصدقاء ونشأت بين بناتهم صداقة قوية لأنهم مولودين في نفس الوقت، وبعد مرور سنوات كبروا البنات وتغيرت ملامحهم وصار كل شخص يشوفهم يشك في موضوعهم أنهم مستبدلين، وبعد ما زاد الشك قرروا يجرون الفحوصات عشان يتأكدون، والصدمة المؤلمة لهم أن بالفعل تم استبدالهم والأطباء قاموا بوضع العلامات الخاطئة عليهم، وبعد هذا العمر
كل بنت عرفت أمها الحقيقية. هذا الخبر راح يسعد كل محبي الطيران والسفر، حيث كشف علماء فضاء صينيين عن تصميم طائرة ثورية تجوب العالم ويمكنها نقل الأشخاص إلى أي مكان يريدونه خلال ساعة واحدة فقط، حيث تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات، ويبلغ طولها 45 متر، وتبلغ السرعة المفترضة لها حوالي 19 ألف كيلو متر في الساعة. فكرة هذه الطائرة تقوم على وجود محركين مفصليين بدون أجزاء متحركة على كل جانب منها، والصين تهدف إلى إنتاج أسطول من هذه الطائرات بحلول نهاية عام 2035، وتوسيع بعض الطائرات لنقل 100 راكب بحلول عام 2045. مشاهدينا، بهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل لا نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق PHTV N Radio. نلقاكم مباشر، مع السلامة.